عدم التزمين بالمقاطعة. اليوم سعد الحريري ما قال قاطعه، قال أنا علقت العمل السياسي. رجع قال بطلب من أهلي المقاطعة. طبعا نحن أهله، لو أنا أكبر من دون بس أنا بعتبره والدي. أنا مقاطع، بي قال لي قاطع وأنا مقاطع، ومين بدي انتخب؟ ما حدا نزعل مني مع احترامي، أنا ما تابع لجمعية لانتخب أحد من جمعيات. وما عم بسألهم، أنا زلمي تابع لتيار المستقبل، تيار المستقبل ما مشارك بالانتخابات، يعني مقاطع.